هادشي اللي قام به أبابو أثار الغضب ديال المدبوح. أول من رآه المدبوح عند خروجه هو أحمد المرزوقي اللي كان باقي ما حيدش الكراد ديالو، الرتبة ديالو ما كانش حيدها. عيط على أحمد المرزوقي قال ليه واش أنت من أهل مومو؟ جاوبو الملازم قال ليه نعم أمون جنرال أنا من أهل مومو. قال ليه عطي الأوامر للتلاميذ باش يخرجوا الناس من القصر. في ديك اللحظة وفي هاد الأحداث كيبان عبابو وتقدم نحو الجنرال اللي صرخ في وجهه وقال لي اش هاد الشي درتي؟ راك لطختي لي يدي، انا كنت باغي انقلاب ابيض ماشي حمام دم. عبابو اللي ما تسوقش وقال ليه رجالي فرحين واليوم يوم عيد، فينا هو واش تنازل؟ جابوا الجنرال قال ليه نعم تنازل والتنازل ديالو في جيبي، هيا لنراه. هنا عبابو جاوب الجنرال وقال ليه ما غنمشيش بوحدي، غنمشي مع الضباط ديالي. جاوبوا المدبوح بغضب قال ليه غنمشي انا وياك نشوفوه. تظاهر عبابو بانه تماثل الامر واشار او اومأ براسه للضباط باش يتبعوه. دخلوا للقصر وبعد عمليه بحث قال المدبوح راه واقيلا كاين هنا او هنا. هاد الكلام اللي أثار الغضب ديال عبابو اللي حس بأن المدبوح كيخونه أو شيء من هذا القبيل. هذه الكلمة اللي خرجت على الجنرال ويقول محمد الرئيس في كتابه أومأ عبابو للضابطين دال وباء بإطلاق النار. دال وباء يعني كتبدا سميتهم بدال وباء، ما جاوش في الكتاب شكون هما، رمز لهم بهاد الحروف الاول دال والثاني باء. فعلا الضباط امتثلوا الاوامر ديال القائد ديالهم، اطلقوا الرصاص. في هاد اللحظه يقال ان الدكتور بن عيش طبيب الملك خارج من احدى الغرف وصابته رصاصة من دوك الرصاصات وطاح الجنرال المدبوح والدكتور بن عيش في الأرض. في هذه اللحظة عبابو شاف في الجثة ديال الجنرال وهز كتافه وجا عنده مزيرق وقال ليه ألم أقول لك إنه خائن ندل. هذه العبارة من كتاب محمد الرئيس، وبالنسبة لكلام أحمد المرزوقي قال لك جاء مزيرق وأخذ يرثي المدبوح قائلا أخي أخي، يعني كيبكي عليه. هنا كاين تضارب في الشهادات من خلال الموقف ديال مزيرق. كانت هذه اللحظة هي فشل الانقلاب، لأن عبابو قتل الجوكر ديال اللعبة، الشخص اللي ممكن أنه يحرك بزاف ديال الحوايج. الجوكر ديال اللعبة قتلو عبابو، وأصبح عبابو عاري بدون درع، لأن المدبوح هو اللي كان كيحمي عبابو، هو اللي كان كيطاكي عليه، واللي كان كيخطط ليه. بموت المدبوح عبابو ولا بوحدو. مات الجنرال المدبوح وفشل الانقلاب.
رغم ما قام به عبابه، لكن فشل الانقلاب في الوقت اللي قتل المتآمر رقم واحد. يقال أن جثة المذبوح ما تدفناتش مع الضباط العشرة اللي في انقلاب صخيرات، بل حملت وصب عليها البنزين وتحرقات ولاحوها في مكان بعيد على الصخيرات. كانت هذه هي النهاية ديال الجنرال محمد المذبوح. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.